أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة خلفت تبعات إقليمية بالغة السلبية والخطورة. وخلال كلمته إلى افتتاح أعمال الدورة 13 لملتقى الاستثمار السنوي بأبو ظبي، أشار أبو الغيط إلى تراجع حركة السياحة في دول الجوار، بالإضافة إلى استهداف سلاسل الإمداد العالمية وتأثر عوائد الممرات البحرية واضطراب أسعار الطاقة، كما شدد على أن هذه العوامل انعكست سلبا على أسعار الغذاء والسلع الأساسية، لافتا إلى اهتمام جامعة الدول العربية بالمساهمة في الترويج لفرص الاستثمار في المنطقة العربية.